مجلس الشيوخ النهارده ادان القرار الصادر من البرلمان الاوروبي بشان حاله حقوق الانسان في مصر، كان قد ادانه مجلس النواب بالامس. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قال في كلمته النهارده امام المجلس انه القرار الصادر ليس بغريب على البرلمان الاوروبي في السنوات الاخيره، اللي تبنى دائما سياسات تستند على مفاهيم غالطه وهشه بالنسبه لمصر. أكد رفضه الوصاية ما أسماه بالوصاية غير الشرعية والتدخل السافر في الشأن المصري، وأضاف أن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات وطنية في شتى المجالات ومنها حقوق الإنسان. نشوف هذا المقطع ونخرج فاصل، وبعد الفاصل فدرة إحدى نجمات مسلسل إيجار قديم هتكون معنا. استقبلنا جميعا بكل استياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 من نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وإن كان هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الادعاء بامتلاك السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة القواعد والأعراف الدولية. وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماليا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمة. وهذه الأمور لن تقبل أي دولة حرة رضوخها، لا سيما مصر الأبية.